من أجل تخفيف الضغط على حوض أم ربيع، خاصة حقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعا حادا في مخزونها المائي، تم إنجاز المشاريع التالية: الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبير قرع، والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون متر مكعب في السنة من مياه سد المنع سبو إلى سد محمد بن عبد الله، وذلك في إطار تدبير مندمج بين الأحواض المائية. وقد تم في شروع في تشغيل هذا المشروع ابتداء من 28 أغسطس 2023 لتحويل مياه الصبيب يصل إلى 15 مليون متر مكعب، وقد تم إلى حدود 14 فبراير ديال هذه السنة تحويل 167 مليون متر مكعب من سد المنع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، مما مكن ضمان الحاجيات من ماء الشروب للمنطقة الساحلية بين الرباط والدار البيضاء. مشروع الربط بين المنظومتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لتقوية تزويد الماء الصالح للشرب انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله بالنسبة للدار البيضاء الجنوبية.